نتحول أيضا إلى زميل حسام ليعرض لنا أو يعرف المشاهدين ماذا يتوقعون في هذه الساعة من مصر ليلى. حسام. نعم زين، مرحبا مشاهدينا، لمن يود المشاركة معنا في فقرة التواصل الاجتماعي نذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب، كما بإمكانكم أيضا المشاركة عبر كتاب التعليق على النافذة الرئيسية للقناة مباشر -مصر.الجزيرة.net. ونستعرض الآن ما لدينا خلال هذه الساعة. بعد وصول انتخابات تونس والرئاسة التونسية إلى جولة الإعادة، هل تتوقع تكرار سيناريو مرسي وشفيق في انتخابات تونس؟ أم القضية الرابعة والأخيرة، كيف ترى اقتراح وزير التربية والتعليم بوضع إعلانات لمنتجات الشركات على الزي المدرسي مقابل صرف زي موحد للتلاميذ؟ إذن هذا ما لدينا خلال هذه الساعة، لا تنسوا إثراء نقاش عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. لايك زين. شكرا جزيلا حسام يحيى. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير نتعرف على آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية التونسية والمشهد في تونس في تغطية مباشرة من استوديو الجزيرة مباشر مصر من هناك. بحر السياسة في تونس يتحرك بنشاط الآن بعد النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات الرئاسة التونسية، وكأن مشهد 2012 في مصر في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية يتكرر اليوم في تونس. الجولة الأولى لم تنتج فائزا بالانتخابات، لكنها وضعت التونسيين أمام خيار صعب في الجولة الثانية بين الباجي قائد السبسي الذي يحسب على النظام القديم في رأي البعض والمنصف المرزوقي الذي لم يكن ليصبح رئيسا أو حتى مرشحا لولا ثورة الياسمين. حركة النهضة التي وقفت على الحياد في الجولة الأولى يبدو أنها ستغير موقفها وتعلن دعم مرشح بعينه في الجولة الثانية. فهل تونس اليوم مخيرة أيضا بين مرسي وشفيق التونسيين؟ السؤال بطبيعة الحال يجيب عليه الزميل أحمد طه وضيوفه في استوديو مصر الليلة في العاصمة تونس، ونتحول إليه مباشرة ولكن بعد هذا التقرير. صناديق الاقتراع في تونس أفصحت عما فيها، خسر من خسر وفاز من فاز. هيئة الانتخابات لم تعلن عن النتائج الرسمية بعد، عمليات الفرز والتدقيق مستمرة. المؤشرات الأولية جميعها تؤكد أن حسم الرئاسية يحتاج لجولة ثانية، جولة فاصلة بين الحقوقي المنصف المرزوقي وشيخ السياسة المخضرم الباجي قائد السبسي. المشهد في تونس كان واضحا، يعني المشهد هناك قطبان كبيران لهم آلة دعائية، لهم أيضا حملة انتخابية كبيرة، لهم أيضا إمكانيات مادية، وبالتالي فأعتقد أن هذه النتائج كانت في عمومها منتظرة. نور الدين المباركي المحلل السياسي والكاتب الصحفي لا يرى أي نفع للبرامج الانتخابية للمترشحين في جولة الإعادة. في الجولة الثانية أعتقد أن النقطة الرئيسية سوف لن تكون البرنامج الانتخابي، سوف لن تكون الشعارات الانتخابية، إنما ستكون قدرة كل مترشح على ضبط تحالفات مع الكتلة الانتخابية التي انسحبت من الانتخابات الرئاسية. اليوم على الأقل الكتلة التي حصلت على نسبة معينة ونسبة محترمة من الأصوات، نذكر الجبهة الشعبية التي ترشح السيد حمد الهمامي وحصل على نحو 10% من الأصوات، أيضا الاتحاد الوطني الحر السيد سليم الرياح الذي حصل على نحو 9%، أيضا كتلة التيار المحبة السيد الهاشمي حمدي الذي تحصل على نحو 5%. هذا طبعا إلى جانب حركة النهضة. حركة النهضة إلى حد الآن لا يوجد قرار نهائي، ربما سيجتمع مجلس الشورى لحركة النهضة قريبا ويحدد موقفه. المراقبون في تونس لا يستبعدون دورا حاسما للشباب خلال الجولة الثانية بعد أن مثل عزوفه عن المشاركة في العرس الانتخابي النقطة السوداء لهذه التجربة الديمقراطية. طالي برشا من الشباب ما مشاش وعزفوا على صندوق الاقتراع على خاطر ما عندهمش برشا ثقة معناها في البروسيسوس تاع الانتخاب، ومن طرف ما زاد اللي يبخلوا بقسم خنصيب كانوا يقولوا صوته ماهوش يبدل شيء. المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في تونس تؤكد المرور إلى جولة ثانية، جولة من المنتظر أن تكون في النصف الثاني من الشهر المقبل، جولة تجمع بين الرئيس المنتهي ولايته محمد المنصف المرزوقي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي. فلمن ستكون الغلبة؟ رضا البغدادي، الجزيرة مباشر مصر، تونس. شكرا للزميل رضا البغدادي. مشاهدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التعليقات اللي جايه لنا بتقول انه
تونس مخيرة بين شفيق ومرسي التونسيين، هل الوضع كذلك؟ نعرف ذلك من الزميل أحمد طه موفد الجزيرة مباشر مصر ومصر ليلة إلى العاصمة التونسية، ومن ضيوفه الكرام إليك أحمد. أشكرك شكرا جزيلا زين، وأحيي مشاهدي الجزيرة مباشر مصر من العاصمة التونسية تونس في إطار تغطية الجزيرة مباشر مصر لأول انتخابات رئاسية بعد انطلاق ثورة الياسمين في بداية العام 2011، كما ذكر التقرير وأيضا كما ذكر زميلي زين في مقدمته عن هذه الفقرة بأن النسب أصبحت متقاربة، لكن هناك اتفاق على أن هناك جولة إعادة ستكون بين المنصف المرزوقي الرئيس الحالي لتونس وبين الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس، والذي أتى في صدارة المشهد السياسي بالنسبة للانتخابات التشريعية. ما زالت كل هذه الأمور غير رسمية، غدا في الصباح ستعلن الهيئة المستقلة والمشرفة على هذه الانتخابات النتائج الأولية الرسمية لهذه الانتخابات. دعوني أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الجزيرة مباشر مصر من تونس، السيد إمام الليثي الإعلامي المصري والمدير الفني لقناة الزيتونة التونسية. أرحب بك معنا سيد إمام. نعم، كما أرحب بالسيد نور الدين المباركي الإعلامي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد نور. حقيقة دعني أبدأ بالسيد إمام، البعض يتحدث وكأن هناك أوجه شبه بين النتيجة التي وصلنا إليها حتى الآن بالنسبة للانتخابات الرئاسية التونسية، الإعادة بين السبسي والمرزوقي، تذكروا الانتخابات الرئاسية في مصر والإعادة بين مرسي وبين شفيق، هل هذا الشبه حقيقي أم لا من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نحيي أولا التوانسة على هذه النقلة الديمقراطية التي يشوبها بعض الشوائب التي قد نعترض عليها أو قد لا تروق يعني أنفسنا أو لا تروق أهواؤنا الثورية، ولكن لابد أن نقول أن المشهد فيه اختلافات عديدة. الاختلاف الأول في مصر كانت المنظومة العسكرية هي التي دفعت شفيق إلى سدة المعركة الرئاسية لمحاولة اقتناص الأمر للمجلس العسكري وإنهاء الأمر من جولة واحدة والقضاء على الثورة المصرية. هنا نحن أمام مدنيين وليس فيهم أي عسكري. وجه الشبه هذا هو وجه الخلاف، هو وجه خلاف جوهري في الواقع، أنك لست أمام منظومة عسكرية ولكن أنت أمام منظومة من الدولة العميقة تواجه منظومة ثورية. هناك فرق شاسع في هذه النقطة. دعني أذهب للسيد نور الدين المباركي. سيد نور، هل الإعادة بين السبسي وبين المرزوقي هي إعادة بين الثورة ولا ثورة من وجهة نظرك أم لا؟ أم هذا يعني فيه مبالغة؟ نعم، هو هذا الحقيقة نوع من التحليل أو نوع من التوصيف تبناه أحزاب سياسية في تونس، تبناه حتى شخصيات، باعتبار أن انطلقت منذ البداية أن قاعدة الفرز هي في نهاية الأمر بين الثورة والثورة المضادة، وهذا كلام كنا استمعنا إليه من مدير الحملة الانتخابية للسيد مصطفى المرزوقي السيد عدنان المنصر، الذي حتى قبل الانتخابات البرلمانية أكد أنه الصراع أو قاعدة الفرز هي بين ما سماه بمنظومة 18 أكتوبر، وهي كانت منظومة ثورية قبل 14 جانفي 2011، وبين منظومة النظام القديم. لكن في نفس الوقت هناك قضايا لابد من الانتباه لها، وهي أنه نداء حزب نداء تونس هو حزب تأسس سنة 2012، قاعدته الأساسية صحيح تتكون من العديد من رموز النظام السابق، تتكون أيضا من الذين انتموا إلى التجمع الدستوري أو ما يسمى بالساتر، لكن أيضا في نداء تونس ثمة نقابيين، ثمة يساريين غير منتظمين في أحزاب سياسية، ثمة مستقلين. أيضا أن هذا التوصيف بين الثورة وثورة مضادة يعني رفضته أحزاب سياسية أخرى، نذكر من ذلك حركة النهضة التي جاء على لسان السيد لطفي زيتون عندما قال في أحد الاجتماعات الانتخابية في مدينة بيجة، قال بالحرف الواحد إن المعركة الآن ليست معركة بين الثورة والثورة المضادة، وقال إن الثورة المضادة انتهت وأن النظام السابق انتهى، إنما المعركة هي معركة تنمية واقتصاد. طبعا هذا مهم جدا. في توصيف ماذا؟ في توصيف ماذا؟ باعتبار أن الحلقة المفقودة الآن في تونس هي في الحقيقة الملف الاقتصادي والاجتماعي، وهو الذي ينتظره التونسيون لإيجاد حلول لكل إشكالات هذه. بعيون الإعلام المصري، وأنت أيضا رئيس فني لإحدى القنوات التونسية وهي قناة الزيتونة، كيف تابعت المشهد، مشهد انتخابات
الانتخابات الرئاسية، يعني ما الذي لفت نظرك في هذه الانتخابات ومثلا جلست تقارن بينها وبين الانتخابات في مصر يعني؟ تمام، أنا في البداية لابد أن أقول أن الذي يعني جذب النظر أن التوانسة صبروا 4 أعوام ليصلوا إلى هذه اللحظة في الوقت الذي تعجلنا فيه في مصر الوصول للحظة الرئاسة مبكرا، مما أدى إلى التراجع مبكرا أيضا وسريعا. الأمر الثاني، المجتمع التونسي في العام الأخير تحديدا وما بعد الانقلاب المصري حدث فيه نضوج مختلف. المجتمع التونسي ما بعد الانقلاب المصري أصبح كله يرفض الدم بعدما شاهد الدم الذي سال في مصر، فبدأت عملية الضغط والضغط المضاد والتراجعات والمفاهمات والحوار الوطني، كل هذا جاء بعد أن شاهد التوانسة أنه لا قيمة للانقلاب عسكري. قد نقول أننا الآن أمام مشهد الثورة ولا ثورة، ولكنه في النهاية هذا المشهد ما زال مشهدا مدنيا بامتياز، وما دمنا ما زلنا في الصف المدني لم نتحول إلى صف عسكري، لم يأتي السبسي الآن هذه المرحلة، لم يأتي على ظهر الدبابة البرلمان أو المجلس التشريعي الذي تم انتخابه منذ شهر أو أقل من شهر، لم يأتي على ظهر دبابة، هو جاي وله ضمانات دستورية موجودة فعلية بالدستور التونسي، الرئيس له ضمانات دستورية، لكن هناك مخاوف مو يمكن أن نتحدث عليها في سؤال آخر. سأعود إليكم، لكن دعوني أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف سيد الأمين بوعزيزي الباحث الجامعي وأحد أقارب ما يعرف بإخونة الثورة التونسية وأحد أسباب يعني تفجير هذه الثورة، محمد بوعزيزي الشاب الذي أحرق نفسه بعد التعنت الحكومي معه. رحب بك سيد الأمين معنا. بعد ما يقرب من 4 سنوات من انطلاق الثورة التونسية، وبعد تراجع كان هناك الحريات والكرامة وما إلى ذلك، ما الذي اختلف في تونس بعد 4 سنوات من انطلاق هذه الثورة من وجهة نظرك سيد الأمين؟ نعم، مساء النور، شكرا لك ولضيوفك وللسادة المستمعين. في الحقيقة بعد يعني 4 سنوات ما زالت شعاراتها ممهورة في شوارع سيدي بوزيد وعديد البلدات. الشعارات التي رفعت منذ 4 سنوات كان عمادها أمران، المسألة الاجتماعية والمسألة السياسية. المسألة الاجتماعية تقريبا كل جيراننا ومحيطنا والعالم كان خطا أحمر بالنسبة له، اللي يسموه التوانسة عند هنا مراجعة منوال التنمية أي الخيارات الاقتصادية. دعنا يعني نركز على المسألة السياسية. على مدار 4 سنوات يعني تقريبا عرفت البلاد ما كنت أسميه طوفان من الحريات السياسية، التنظم، التعبير، يعني إلى حدود الانفلات. لكن للأسف الانتخابات التي جرت على مدار يعني مرتين، المرة الأولى لكتابة الدستور، الدستور كنا نصرخ نقول الشعارات المكتوبة في الشارع هي مضمون يعني الدستور، لكن للأسف النخبة السياسية التي ربما يعني نعتبرها سطت على المشهد ماذا فعلت؟ كتبت دستور تحت ضغط التنازع بين الايديولوجيات، يعني كانت الهويه اجتماعيه مواطنيه في مواجهه الاستبداد يعني والفساد بقدره قادر يتم اسقاط علمانيون واسلاميون و و و يعني ضاعت صرخات الناس وسط يعني هذه الصراعات. طيب سيد الأمين، يعني عفوا للمقاطعة، نعم. يعني لفت نظر البعض في ما يخص لمن ذهب ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية غياب الشباب، لا توجد إحصاءات رسمية نستطيع يعني الانطلاق منها، لكن البعض لاحظ غياب الشباب، من وجهة نظرك وكباحث في هذا السياق ما السبب الذي جعل الشباب لا يذهبون بشكل كثيف للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالأمس؟ نعم أستاذ، يعني صدقت هذا، يعني كل من يرصدون الساحة يرون أن الفاعل الأكثر بروزا أيام يعني على مدار أشهر يعني الانتفاض كان الغائب على مدار الترتيبات السياسية على قاعدة الانتخابات، الاعتبار أن هذا الفاعل الذي كان الأكثر يعني حضورا سقفه كان عاليا، يعني كان يرى أمام عينيه معناها مسار ثوري
كان يطالب بحاجة، نحاسب أولا على اعتبار أن الثورة ما هيش بديل على الديمقراطية، أنما الديمقراطيون يثورون للإطاحة بالاستبداد ويعودون إلى الديمقراطية. الذهاب إلى الديمقراطية في قلب النظام القديم هو اللي كان الخط الأحمر بالنسبة يعني إلى الشباب. سؤالي الأخير لك سيد الأمين، هل تعتقد أن تونس ما زالت على طريق الثورة، الطريق الصحيح للثورة، أم عادت إلى الوراء بتصدر نداء تونس في الانتخابات التشريعية ومرشحها الآن يعني سيكون في دور الإعادة مع المنصف المرزوقي؟ نعم، هو سر الحديث على الثورة أو الثورة يعني يعني الارتداد أو العودة إلى النظام القديم. أنا حتى كنت يعني أستمع إلى بعض الأخوة معك تحدثوا مثلا يعني مقارنة بمصر على اعتبار تقاليد العسكر في السلطة في مصر. في تونس غائبة يعني ما هذا الأمر. ما لم يتغير في تونس حتى اليوم هو مسألة يعني المنوال التنموي، يعني النظام القديم في طبيعة إدارة وطبيعة الخيارات والقروض الخارجية والتداين وهذا كله ما زال. الذي تحرر هو الحياة السياسية. عودة يعني النداء يعني الذي معناه يعني لا أخفيك بعض الناس يقللون منه على اعتبار هو شنو هو يعني النداء، تركيبة رجال الأعمال المافيويين واليسار القديم الذي طلق دروس صراع الطبقي وتحول الى صراع معركته الحقيقيه هو استئصال الطيف الاسلامي، ورغم ان الطيف الاسلامي يعني ليس اقليه حتى تتعامل معه بالمساله الامنيه نحن نقول اليوم سيدي النظام القديم الشروط التي جابت واتت بالانتفاضه ما زالت حاضره. مساله الايام القادمه اسمعها مني في ثواني، النداء انتصر في الانتخابات لكن كما نقول بلهجة تونسية عزيه يقبل العزاء. لماذا؟ لأنه انتصر على خصومه لكنه يجد نفسه في مواجهة مطالب الناس مواجهة الشعب يعني. والمطالب الاقتصادية. شكرا جزيلا الأمين البوعزيزي الباحث الجامعي وأحد أقارب محمد البوعزيزي. سيد نور يعني من الأقرب، المرزوقي أم السيبسي للوصول إلى قصر قرطاج من وجهة نظرك في جولة الإعادة؟ نعم، هو قبل الإجابة هناك ملاحظة بسيطة، تحدث على أن تونس أن هناك وعي عند بعد الانقلاب في مصر، وأنه بعد أن شهد الدم في الحقيقة أن التونسيين كانوا دائما رافضين للدم، كانوا دائما رافضين للإرهاب، وهذا بالرجوع إلى تاريخ تونس. لم توجد في تونس انقلابات عسكرية، لم توجد في تونس مثل هذه التوجهات. هذه نقطة. نقطة ثانية أنه نقطة قوة تونس هو في مجتمعها المدني في نخبتها السياسية، ولاحظنا كيف أن المجتمع المدني ممثلا في الحوار الوطني عندما تفاقت الأزمة بعد اغتيال محمد إبراهيم يوم 25 جويلية يوليو كان تدخل مؤسسات حوار وطني وهو الذي قاد العملية الانتقالية. في علاقة بالسؤال، في علاقة من آخر، فالحقيقة أنه لا أعتقد أنه المسألة ستكون سهلة بين في هذا التنافس. أولا هو ستكون تنافس حاد، لكن هذا التنافس سيكون على قاعدة ماذا؟ سيكون على قاعدة من يتمكن من استقطاب وربط تحالفات مع بقية الكتل الانتخابية التي تقدم مرشحها ثم لم يفوزوا، وهذه نقطة أساسية. بمعنى أنه لا أعتقد الجبهة الشعبية، الاتحاد الوطني الحر، سنأتي حركة نهضة، هناك خصية ممكن نتحدث فيها، الاتحاد الوطني الحر، أيضا السيد الهاشمي الحامدي، ويبدو أن الاتصالات قد تمت بدأت في هذا الاتجاه. بالنسبة لحركة النهضة كما هو معلوم أنه قبل الدورة الأولى هي كانت قالت أن موقفها على الحياد ولا تقف على نفس الخط من جميع المترشحين، لكن ميدانيا في الحقيقة لاحظنا أنه هناك نسبة هامة من التصويت من القواعد ذهبت للمرزوق، كتلة هامة من القواعد خاصة في الجنوب التونسي. عندما أقول في الجنوب التونسي لماذا؟ لأنه تقريبا نفس الأصوات التي حصلت عليها حركة النهضة في الجنوب التونسي هي التي حصل عليها القوى الانتخابية للنهضة في الجنوب التونسي وهي ذهبت للمرزوق إلى حد كبير. سأعود إليك سيد نور، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور حسن نفع أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. أرحب معك بك معنا دكتور نفع. لعل ضيفي السيد نور الدين المبارك يتحدث على أن قوة تونس وقوة الثورة التونسية في قواها المدنية في المجتمع المدني، ويرى أن ذلك في مصر ليس موجود، النخب السياسية والمدنية في مصر أضعف وبالتالي لم تستطع أن تحافظ على الثورة. ما رأيك في هذا الطرح؟ هو صحيح إلى حد ما، يعني هو يفسر جزئيا لماذا نجحت عملية التحول الديمقراطي في تونس ولم تنجح في مصر، لكن سلوك حزب النهضة في تونس كان مختلفا تماما عن سلوك جماعة الإخوان المسلمين في مصر،
وحتى يعني زعيم حزب النهضة زار مصر إبان الأزمة، وأظن أنه نصح جماعة الإخوان المسلمين بأن تتصرف بطريقة مختلفة، ولكنها يعني لم تستمع لهذه النصائح. تجربة حزب النهضة وانفتاحها على العالم الخارجي مختلف تماما عن تجربة جماعة الإخوان. طيب، لكن هناك عوامل أخرى كثيرة. في المقابل سيد حسن، قبل أن نتحدث عن العوامل الأخرى، ألا ترى أيضا أن حياد الجيش التونسي ساعد في يعني في استمرار نجاح تجربة الثورة التونسية على عكس المشهد المصري والتجربة المصرية أم لا؟ طبعا موضوع الجيش أيضا أحد العوامل المختلفة، ولكن دور الجيش في السياسة المصرية تاريخيا مختلف تماما أيضا عن دور الجيش في السياسة التونسية. ولو كانت هناك أحزاب مدنية قوية يعني أو يمكن أن تتشكل لتحل محل جماعة الإخوان أو تحظى بثقة الناخب مثل حزب النداء مثلا الذي فاز في الانتخابات الأخيرة، لما كان تدخل الجيش أمرا ممكنا. وبالتالي الجيش إما بدافع الرغبة في السلطة، هذا إذا افترضنا أنه كان حريصا على الوصول إلى السلطة، أو بدافع القلق على أمن البلاد لأنه ليست هناك قوة مدنية تستطيع أن توازن جماعة الإخوان المسلمين، كان دوره مختلف. لكن تاريخيا منذ عرابي حتى الآن للجيش المصري دور في السياسة مختلف عن دور تونس، ربما لأن الأوضاع الخارجية والتحديات الخارجية التي تواجه مصر مختلفة تماما. دعنا نعود على الأوجه الفارق بين التجربة التونسية والتجربة المصرية. تحدثنا عن الجيش، عن المجتمع المدني، عن الطرف الإسلامي هنا وهناك، ماذا غير ذلك دكتور حسن؟ لا يعني كنت أتحدث عن البيئة الخارجية على سبيل المثال. هناك مثلا علاقة يعني مصر مرتبطة باتفاقية كامب ديفيد، موضوع سيناء واختراق سيناء من قبل جماعات إرهابية، الإحساس بوجود مخاطر كبيرة على مصر بسبب التفاعلات الإقليمية الحادة. يعني هذه كلها أمور يعني مختلفة، لكن أظن أن قوة المجتمع المدني ووجود طرف قادر على أن يعني يجمع الأطراف الأخرى في حوار، وبالتالي نضج الجماعة السياسية أو النخبة السياسية بشكل عام في تونس، سواء كانت من جانب يعني الأحزاب حزب النهضة أو من جانب الأحزاب الأخرى، لم ينقطع الحوار رغم بعض الأزمات التي واجهتها عملية التحالف. ولا ننسى أعتقد دكتور حسن أن المجتمع المدني المتمثل في اتحاد الشغل في النقابات المهنية في تونس هو أقوى، وهو كان المشرف حتى على الحوار. على الحال أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسن نفعة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. ما رأيك فيما ذهب إليه الدكتور حسن نفع من أن الإسلاميين، في هناك فارق بين إسلامي مصر وإسلامي تونس، وهو ما صب هذا الفارق في صالح التجربة التونسية وأحدث تأخرا في التجربة المصرية؟ شوف، هذا هو الواقع المضلل الذي يحاولون الترويج له. شوف، الإخوان في مصر وحركة النهضة في تونس كانوا في مناخين مختلفين تماما. المناخ المصري كان يدار مخابراتيا وبالمخابرات العسكرية تماما، المناخ التونسي يدار بالنخب التي نضلت. شوف، لازم ترجع لعشرين سنة لورا وتشوف في مصر كان مين بيناضل وتشوف في تونس كان مين بيناضل. ستجد أن تونس لديها مجتمع مدني قوي، اتحاد شغل، نقابات مهنية، كل التيارات التونسية كانت متضررة من النظام الذي يحكم وقتها. الكل تعرض، الكل سقط منه شهداء في السجون، وبالتالي النخب كانت واعية تماما لقيمة الديمقراطية أو قيمة اللحظة الثورية التي وصلوا إليها. لكن في مصر كانت طوال العشرين سنة الماضية الحركات الأول، الحركة الإسلامية تحديدا هي اللي بتناضل، من حركات عنف إلى وصولا إلى النضال بتاع الإخوان في البرلمان. لذلك لما حدثت الثورة النخبة في مصر معلبة حديثة لا غير ذات خبرة،
تم شق الصف تماما مخابراتيا. لا نستطيع ان ننسى ان هناك قوى شبابيه خرجت ساعدت على اشعال ثوره يناير السادس من ابريل وكفايه. انا لا اتحدث ان حركه يناير المخابرات، لا انا بتحدث ان النخب في مصر تم شق الصف مخابراتيا. فيما يخص النهضه، هل كان عاملا مؤثرا وقويا بادائه في نضوج التجربه التونسيه وفي مسار الثوره التونسيه ام لا من وجهه نظرك؟ نعم، بالنسبه لحركه النهضه على الاقل من خلال متابعه ادائها يعني منذ 14 جانفي 2011 يعني خروجها للعلن، وايضا خلال تجربتها في الحكم، ان اهم ميزه لديها هي البراغماتيه وقدرتها على التفاعل مع الاوضاع كما هي. المصالح البراغماتيه وقدرتها على التفاعل مع الاوضاع كما هي. في المرحله الاولى عندما فازت بانتخابات 23 اكتوبر 2011، نتذكر جميعا انه هناك ايضا قلق من فوز حركه النهضه، وهذا القلق عبرت عنه العديد من النخب، خاصه بعد تصريحات السيد حماد الجباني عندما دعا الى الخلافه الراشده السادسه الى غير ذلك. لكن بعد ذلك هناك من مناخ داخلي، هناك ايضا اوضاع اجتماعيه اقتصاديه، بالاضافه الى وضع الملف الامني في تونس وهو ملف الحقيقه القى بضلاله، اضطرت حركه النهضه الى التفاعل مع بقيه الاطراف وخاصه مع المجتمع المدني. تتذكروا جيدا، ملاحظة فقط، أنه بعد اغتيال شكري بالعيد استقال السيد حماد جبالي ودعا إلى حكومة كفاءات. من رفض حكومة كفاءات؟ رفضتها حركة النهضة التي دافعت عن حكومة عن حكومة سياسية وحكومة حزبية. لكن بعد اغتيال محمد إبراهيمي وتدخل الحوار الوطني اضطرت حركة النهضة تركوا الحكم النهائي، لا اضطرت القبول وجاء مهدي بخريف الطريق. لكن اسمح لي، إن اليوم يتحدث القائد السبسي على أن من حصل على أصواتهم كانوا يعني الديمقراطيون وما شابه الديمقراطيين، لكن من الأصوات التي ذهبت للسيد منصف المرزوقي أصوات الإسلاميين والجهاديين وما شابه، ألا ترى أن هذا يصب في خانة الاستقطاب الحاد ويعيد المجتمع لفكرة إسلامي وغير إسلامي أو يعني جبهة وأخرى؟ دعنا منذ البداية أنه فكرة تقسيم التونسيين فكرة غير مقبولة على أي قاعدة، سواء على قاعدة إيمان وغير إيمان، ولا على قاعدة جهوية، ولا على قاعدة عقيدية. هذه نقطة مبدئية. لكن بالنسبة للسيد الباجي قايد سبسي، لست ناطق رسميا باسم نداء تونس ولا أنتمي لنداء تونس، لكن ربما نفهم المسألة في السياق، هو أنه حتى بالعين المباشرة أنه في بداية الحملة الانتخابية للسيد المنصف المرزوقي في مدينة سوسة على سبيل المثال في الساحل، كان استجد بالسيد بشير بحسن وهو احد السلفيين، وهذا يعني نشر في وسائل الاعلام، وهناك تقييمات انه هذا التيار السلفي العلمي الذي يقدم نفسه تيار سلفي علمي هو الى جانب السيد مصمر مرزوق. ايضا هناك ما كان يسمى، لا عيب في ذلك، لا لا لا, لا, لا انا لا اتحدث انه عيب او غير عيب، يعني ربما هذا ما دفع السيد باجي قايد السبسي. ايضا بالنسبه لما كان يسمى برابطات حمايه الثوره، هناك تصريحات لعدد من الرموز، مما اضطر اداره الحمله الانتخابيه للسيد مصمر مرزوق لاصدار بيان انها غير معنيه بهذه التصريحات. اعتقد انه مرفوض انه تقسيم اليوم التونسيين بين 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 علماني وغير علماني، بين مؤمن وغير مؤمن، خطوراً. لكن في السياسه اعتقد انه هناك تحالفات وكل حزب بين تحالفات. بنفس اللهجه اللي كانت في مصر، التخويف من الاسلاميين ومن الجهاديين ومن الارهاب اذا جاء فلان الفلاني ويعني الى سده الحكم، لم تنفع. وصل محمد مرسي، لكن بعد ذلك هذه الورقه استخدمت ضده وفي الإزاء يعني في ازاحته بشكل او باخر. يعني شوف، انا اخشى ما أخشى هي مرحلة ملاسنة انتخابية طبيعية جدا انه بيحصل في مراحل. يعني في المرة الماضية كان الملاسنة جنوب وشمال غربي، والطرفين أخطأوا فيهم بالمناسبة ما بين النهضة وما بين النداء. لكن المشكلة الأكبر ان الملاسنة هذه اذا تحولت الى شق صف ما بعد الانتخابات، هذا هو الأمر الأصعب. بمنتهى الأمانة لابد أن أشير أنه بعد انتخابات التشريعية التونسية بدأت الإذاعات وتخرج شوية عن فكرة شق الصف ما بين شمال وجنوب، واكتشفوا أن في مشكلة إذا حولوا الأمر جهوي. أيضا أظن أن التوانسة واعيين بدرجة كبيرة أنه خلال المرحلة القادمة وبعد انتهاء المرحلة الانتخابية والملاسنات والاتهامات وما شئنا أن نقول في هذه المرحلة، سيعود التوانسة مرة أخرى إلى بناء تونس فقط
إذا صلحت تتوقع النوعية. لمن سيفوز السبسي أم المرزوقي؟ هو صعب جدا أن أنت تتوقع الفوارق، حتى الآن مش قادرين نقول ثلاثة ولا أربعة الفوارق، يعني مش ضخمة بين الطرفين، لكن كل طرف له الكتل التي يمكن أن ترجح كفته. النهضة في المرحلة الأولى الواضح أنها لم تنزل بقوتها وكتلتها كاملة بجوار وراء المرزوقي. هل النهضة هتنحاز ولا مش هتنحاز؟ في نفس الأمر في التيار بتاع الشعبية، الجبهة الشعبية والهاشمي الحمدي والاتحاد سليم الرياحي، هذا الأمر مهم جدا. الأمر الأهم من الشباب اللي عزفوا في المرحلة الأولى، هل هيبقوا على خوف على الثورة؟ هل هيبقى عندهم الدافع ان هم ينزلوا ولا ما ينزلوش؟ ودي حاجة كانت غريبة انك تجد اليوم ان متوسط الأعمار وده حاجة عايزة تدرس فعلا اجتماعيا، متوسط الأعمار وكبار السن هم في الطابور والشباب مش موجود. شكرا جزيلا إمام الليثي الإعلامي المصري المدير الفني لقناة الزيتونة التونسية، أشكرك شكرا جزيلا، كما أشكر ضيفي السيد نور الدين المباركي الإعلامي والمحلل السياسي. إذن مشاهدينا، صباح الغد ستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى أو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية. الجميع هنا يتحدث على وصول بالفعل السبسي، قائد السبسي من نداء تونس والمنصف المرزوقي الرئيس الحالي إلى جولة الإعادة. من سيفوز الحقيقة؟ هذا هو السؤال الصعب. يعني عندما سألت كثير من الناس لم يستطيعوا أن يجيبوا من سيفوز في جولة الإعادة. على أي حال غد، يعني أيام قليلة قبل نهاية الشهر القادم، سنعلم من هو رئيس تونس الذي سيصل إلى قصر قرطاج. لكن عودة الآن لزميلي زين في استوديواتنا بالدوحة وباقي الزملاء في مصر الليلة، إليك زين. شكرا أحمد، وهذا هو جمال الممارسة الديمقراطية، ألا تعرف النتائج قبل أن ينتهي التصويت ولا تعرف حتى بعد انتهاء التصويت. أشكرك شكرا جزيلا أحمد طه، موفد الجزيرة مباشر مصر إلى تونس. ونشوف أيضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد لهم تعليقات كثيرة في نتيجة الانتخابات التونسية. حسام يحيى. نعم زين، تعليقات بتقول إحنا قدام مرسي جوشفي مرة أخرى، بينما هناك تعليقات بتقول إحنا قدام لقد هرمنا مقابل أنا فهمتكم، وأيضا تعليقات أخيرة بتقول لا ده صح ولا ده صح، الاثنين غلط وتونس مش هي مصر. نذهب الآن إلى فيسبوك مصر الليلة، نبدأ بأسماء بتقول اللي هيفوز نظام بن علي أنا فهمتكم، والفرق بين السبسي والسيسي نقطة واحدة بس، ده من وجهة نظر أسماء. تعليق آخر أيضا من أحمد عماد بيقول لو المرزوق نجح يبقى فيه تزوير، لأن الإخوان خسروا في التشريعية فإزاي يكسبوا في الرئاسية؟ طبعا السبسي هيكسب لأن الإخوان اتحرقوا في العالم العربي، أمامهم زمن طويل حتى يعودوا، ولن يعودوا إلا بعد أن تموت الأجيال الحالية، رأي أحمد عماد. أيضا تعليق آخر من أحمد عبد الحكيم للرئيس التونسي القادم، لو عندك وزير دفاع بفلاتر ما تاخدش السلم معاك عشان تعرف تحكم أكتر من سنة. مش كل الناس زينا أحمد. وأيضا تعليق أخير من فيسبوك من رمزي، الرجاء لا دخل لكم في تونس وتعليقاتكم الفارغة، الصندوق قال كلمته والشعب انتخب بكل حرية، مع أني ضد ترشيح السبسي لكني أقبل بنتيجة الصندوق، المجد للشعب التونسي ولا ولاء إلا لتونس. وننتقل إلى تويتر، نبدأ بياسر، إن شاء الله ما تتكررش مصر لأنها دي عزبة العسكر، إنما تونس فجيشها حيادي ومنصف، ربنا يقدر لينا وليهم الخير يا رب يا ياسر. وأيضا حساب رومي بيقول عندنا السيسي عندهم السبسي، انتوا بتقلدونا ليه يا توانسة؟ ما كانش هدف اللي جبناه في الشوط الأول. طبعا المباراة انتهت 2-1 لصالح تونس أما محمد العمري، لو التونسيين بيفكروا ببطنهم هينجح المرزوق بالزيت والسكر، ولو كانوا بيفكروا بعقولهم هينجح السبسي. دي نهاية الكلام، ودي وجهة نظر محمد اللي بيختلف معها كثير من التعليقات. صفاء بتقول للأسف حتى تونس رجعت لأول المشوار. هناك أيضا تعليقات من، يعني ناخد تعليق من مجدي، ما يحدث في تونس هو انقلاب ناعم على ثورتهم وعودة لفلول الدولة العميقة مرة أخرى. أبو مريم لقد هرمنا مقابل أنا فهمتكم. أيضا عزت بيقول من السيسي إلى السبسي يا ثورة لا تحزني. التعليق الأخير من أحمد سعد هو بعد زيارة سويرس الأخيرة لتونس نتوقع كل شيء. شكرا جزيلا، من ألطف التعليقات أيضا الزميل عياش دراجي. صحيح، نتائج الانتخابات التونسية فهمتكم مقابل. 47%. صحيح، لقد هرمنا 26%. أشكرك شكرا جزيلا حسام يحيى، وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. احنا كمان بنعمل مشروع كده مع شركات الإعلانات زي ما انتم بتعملوا إعلانات، يعني بحيث ان احنا هنعمل زي كويس قوي ومجاني.
أطفال المدارس في مصر وقودوا الإهمال على الطرق وفي المدارس، ووزير التعليم يقترح تحويل زيهم المدرسي إلى لوحة إعلانات. هل يسمح الأهالي بذلك؟ وهل يسمح القانون أصلاً؟